أنا حسامين حمزة المهراجي، مدرب تنمية مهارات حياتية تبع اليونيسيف وزارة الشباب والرياضة، مدرب دراسات استراتيجية وأمن قومي كرم ربنا، يعني كشاب أسواني من قرية أبو الريش المنطقة، وبشتغل في الشباب والرياضة. أنا لما دعاني عمي، أنا بتكلم يمكن الحاج عبد الله بيعتبر أب روحي ليا، ما قدرتش أتأخر مع إني كان اليوم شاق معانا في ملتقى أفريقيا وغيره عشان أجي أشارك. يمكن الكلام حرك ساكن جوايا ان قضايا المرأة انا معاها، ولكن حتى الآية اللي تتكلم عن الذكر والأنثى، ان الاختلاف ما بين الذكر والأنثى اختلاف نوع وليس اختلاف جنس. وهنا علماء اللغة بيقولوا اختلاف النوع اختلاف للتكامل وليس للتضاد. علماء اللغة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فهنا الاختلاف ليس اختلاف صراع ما بين الرجل والمرأة. احنا مع قضايا المرأة يا جماعة، وانا شاب اسواني، بس مش عايزين نحسس ان في حزازية ما بين الشاب والفتاة. احنا بنكمل بعض، احنا بنكمل بعض. وحكاية زي ما قلنا علماء اللغة بيقولوا الاختلاف ما بين الرجل والمرأة، هنا في الآية دي اختلاف نوع وليس اختلاف جنس. زي ايه؟ اختلاف الليل والنهار. لو قلنا سؤال مثلا، الليل احسن ولا النهار؟ هنلقى ناس تقول الليل وناس تقول النهار، ولكن الاصل ان لولا الليل ما كان النهار، ولولا النهار ما كان الليل. لذلك في التنميه البشريه بيقول ولولا عكس المعنى ما كان للمعنى معنى، ولولا عكس المعنى ما كان للمعنى معنى. وبيقولون وبضدها تتميز الاشياء. لولا الرجل ما كانت المرأة يا جماعة، ولولا المرأة ما كان هناك رجل. المرأة هي الأم، وهي الأخت، وهي الزوجة، هي البذرة، هي الأرض، هي الأرض الطيبة اللي أنبتتنا يعني. فطبعاً أنا جاي مشاركة للاحتفال لمبادرة مؤسسة مصريين بلا حدود، حكايات جوا الكادر. وأعجبني بصراحة الإيه؟ الأفلام والأخراج. وأنا مع كل إبداع للشاب، لشبابنا وفتياتنا على أرض أسوان. ولما أتكلم على أرض أسوان أتكلم بالناحية الجغرافية وليس أتكلم تاريخيا. فالجغرافيا تحمل الكثير، الأرض تضم الكثير من كل المحافظات. هي أسوان جغرافيا، أسوان جغرافيا. وبأكثر يمكن أنا بحيي شبابنا وبأشكر حج عبد الله اللي أتاحلي الفرصة. وهقول رسالتين، رسالة لشبابنا وفتياتنا. بيقولوا يعني احذف من القاموس حاليا عالميا كلمة بيستخدموا اسلوب في التعامل اسمه نعم ولكن. يعني ايه؟ يعني الشباب لما تعامل ابتدي بنفسك اولا ثم البيت. للاسف احنا في الشارع الاسواني نلقى البنات والولاد بيتعاملوا كويس بره البيت، بس مش عارفين يتعاملوا مع الاب والام، ودي مصيبة كبيرة. التواصل الحقيقي، تواصل مع نفسك، اعرف انت مين. بعد كده تواصل مع الأسرة، ثم تواصل مع المجتمع، تواصل بعد ذلك مع المجتمع. نعم ولكن ده اسلوب عالمي، عشان كلمة لا نلغيها من القاموس. نعم ولكن يعني لما بابا يقول لي كلمة مثلا، او يقول لي ما تروحيش الرحلة دي، نعم يا بابا، بس انا شايفة لو رحت كان هيبقى احسن، هيواجه. اما لا، هذا انتم مخلفيننا ليه، وانتم انتم انتم انتم، فطبعا بيعمل تصادم. ثاني حاجه، النصيحه الثانيه في الملتقى ده، انك انت كلنا بنصمت. عملوا دراسه للمصريين للوطن العربي ان بيصمت بنيك مش بنيك البحر. يعني احنا كلنا ساكتين دلوقتي، ولكن فينا اللي فكر في موضوع ثاني، فينا اللي عايز يرد. كلنا بنصمت بنيك الرد او نيك الجدال وليس نيه البحر. فشبابنا وبناتنا هم دلوقتي الوسيطين في المؤتمر ده. شيل لا من القاموس واستخدم ايه؟ نعم ولكن. ايوه بس انا شايفه كذا. ثاني حاجه، لما تسكت اتعلم، افهم، مش تسكت بنيتها رد اقول ايه. وطبعا بحيي الحاج عبد الله وكل شبابنا، وبالتوفيق الدائم، والسلام عليكم ورحمه الله.
شكرا لحضرتك. حد في الشباب حابب يتكلم عن تجربته؟ هنكرمه دلوقتي وهنشوفه. طيب استاذه اماني. استاذه اماني مأمون حماية من فريق جن دلاسة أسوان. السلام عليكم. احنا بنشكر مؤسسة المصريين بلا حدود على المجهود العظيم ده. طبعا احنا مؤسسة نسوية موجودة في أسوان. طبعا فكر بنات موجودين بيعملوا أفلام. أسوان كانت محرومة في الزمن الماضي من كل شيء أصلا، كل حاجة موجودة في المركزية. بالنسبة لي بصراحة يعني الأيام فات كان في برضه سينما موبايل، كان في المستقبل ورقص سوا ودلوقتي مصريين بلا حدود. احنا الجنوبية كنا عاملين حاجة اسمها جندرست خاصة بالمقالات والكتابات الإبداعية. بنحاول نخلي يعني شايفة إن أسوان ماشية على خطة كويسة، بس لسه محتاجين تكاتف الجهود كلها، مؤسسات التنموية تساعدنا أكتر، الاتحاد الإقليمي والباشمهندس صالح ما بيسيبناش في الحقيقة، دايما معانا. كمان أنا عندي كلمة في الحقيقة، لما حد يقول لك لا المرأة أخذت كل حاجة، المرأة ما خدتش حاجة في الحقيقة. محدش يقول لنا المرأة خلاص خلصت وما هي مش محتاجة، كلام كذب في الحقيقة. كل بيت فيه عنف، كل بيت فيه اضطهاد، كل بيت فيه البنت بتتعامل بشكل مختلف عن التاني. محدش شايل اللي احنا شايلينه على فكرة، لا في عمل، لا في شارع، لا في مواصلة، ولا أي حاجة خالص. كل الناس شايفانا إن احنا بنأفور على فكرة، واحنا بنزود. لا ده مش حل. لما اطلع في كل يوم ان انا اتخانق في المواصلة، واتخانق في الشارع، واتخانق في الشغل بتاعي، واتخانق في لو انا راجعة في البيت، في بنات بتحرم ان هي تطلع وان هي تكمل شغلها عشان اخوها بره، اصحابه قالوا لا ده اختك بتتاخر بره، واختك بتتاخر بره الساعه كام؟ 9. واي شغل حاليا في القطاع خاص اخرها 10. يعني 9 ده ايه انت بتتكلم فيه يعني مثلا؟ فالبيت يحرموها بيقعدوها. اللي كان زمان الحمد لله بصراحه يعني نحمد ربنا حاليا في جامعه اسوان في ناس كتيره ما يعني اسوان ما خدوش فلوسهم في التعليم، ما كانش قدامهم غير خدمه اجتماعيه. بس ما فيش بنت كانت بتطلع، تلاقي اغلب البنات في اسوان كلهم واخدين خدمه اجتماعيه عشان ما كانش عندهم ان هم يقدروا يطلعوا بره يتعلموا. بصراحه لما اسمع حد يقول لي ان البنات واخدين حقهم، لا احنا مش واخدين. ومحدش معذره يعني محدش يتكلم بلساننا احنا، ومش عايزين احنا يعني احنا مش ضعاف، ولا عمرنا ان احنا تكون ضحايا، ولا هنكون ضحايا، ولا هنسمح ان احنا نكون ضحايا نهائيا. انا شايفه ان البنات محتاجين الدعم، البنات محتاجين ان هم الناس تساندهم، مش يبقى في حمايه وفرض وصايه. مش هنسمح بده برضه في الحقيقه يعني عشان برضه الناس برضه تكون عندها الناس شايفه. لا يعني انا اعملي تعالي، ما تقوليش اعملي تعالي، انا هعمل ايه؟ تساندني تبقى ورايا، ما تسمحش لحد ان هو يضربني. كمان كلمه مهمه للبنات، لازم احنا نبقى في ظهر بعض، ما حدش هيبقى معانا، ما حدش هيقوينا غير بعض. فكرة إن إحنا نستنى حد يسندنا مثل ده مش بيحصل، ده كله كلام كده. الدعم الذكوري لبعض طول الوقت، طول الوقت ده بيحصل على فكرة، في مواصلة، في عمل، بتلاقي ده بيحصل. وعلى فكرة بالمناسبة إن إحنا نقابل المحامين بكل ما فيها، طلعوا قانون جديد ما حطوش فيها كتل المرأة. هم مش عايزين المحاميات أصلا معاهم، ظروف العمل نفسه ما بيسمحش إن المحامية تفضل طول الوقت بره. ده طبعا المستشفيات وغير التمريض وحاجات كتير، طول الوقت المرأة بتعاني. بس احنا برضه مكملين وبنعافر وهنفضل نعافر لاخر يوم في عمرنا. شكرا. شكرا استاذه اماني. قلتي ووفيتي الصراحه. هقول لك ايه؟ سرايا عبدول رئيسه جمعيه الخير في معنا ومدير تحرير جريده الطبعه الاولى الجديده. وانا اولا بشكر الدعوه الجميله اللي جت لنا من مؤسسة مصريين بلا. الحاج صالح هو اللي بعت، بشكره جدا. وبشكر الدكتور محمد عبد العظيم ان هو يعني بعاني. عايزه اقول لكم ان في مؤتمر ان شاء الله باذن الله 6 و7 و8 شهر 2، مؤتمر خاص بالصحة النفسية لذوي الاحتياجات الخاصة.
واليوم الثالث هيبقى مهرجان الابداع الفني لصبيغه الحداثه القصر. مؤتمر يعني يمكن الطابع الغالب فيه مهتم بالشباب، اكثر اهتمامه بالشباب. وطبعا كوني ان انا اكون رئيسه تحرير جريده ورئيسه مؤسسه اللواء احمد مضغ العزايم وكل الحاجات اللي انا بشكر ربنا ان انا متواجده فيها وقياده فيها، طبعا الفضل يرجع لجوزي اولا، لان فعلا بيسندني جامد. بيسندني جامد بجد، يعني معايا في كل خطواتي، بل بالعكس بيشجعني ان انا اتقدم، وهو يمكن اغلبيه الاحيان ما بيظهرش خالص معايا في الكلام. فانا بشكره من خلال دعوتكم الجميله هنا، واتمنى ان كلكم تبقوا حاضرين معايا المؤتمر. ده شرف ليا طبعا ان جميع يبقى حاضر معايا مؤتمر الصحه النفسيه لذوي الاحتياجات الخاصه. شكرا يا فندم. قدمت الابلكيشن اكتر من كده واتقبل. انا بحب اي حاجه تخص المراه، بس مش متحيزه للمراه. انا برضو اصحابي كلهم ولاد. لا مش عايزه. انا عارفه ان احنا بنكمل بعض. فكره الفيلم بتاعتنا قعدنا من الساعه 8 الصبح، من 8 الصبح تمام لغايه الساعه 8 بالليل بنمثل تقريبا، ونعيد في المشاهد، والبنت اللي معانا ما كانتش راضيه تمثل، وموتت ايه ده وخنقت حمامه والله من غير قصد، يعني انا ما بعرفش انت حمامه ولا ايه، وعبد الكريم شاهد. كانت تجربه حلوه، ولو اتعادت تاني برضو هفكر من غير تفكير يعني هروح فيها. بس اي حاجه تخص المراه واي حاجه ليها هدف بس عليها. ايه تاني يا ربي، ويا رب ما تكونش اخر تجربه ليا. شكرا، سقفول. اصحاب التجارب الملهمه اللي عملوها، حابب ان هو يقول لحضراتكم حاجه. اتفضل يا خالد. السلام عليكم، انا خالد محمد من فريق فيلم حمار الورد. الحقيقه مش عايز ابين حاجه معينه مثلا على الفيلم قد ما انا عايز اقول حاجه او اوضح حاجه ممكن ما تكونش حقيقه، لان يعني تقريبا لا احد يملك الحقيقه. بس فكره انه يبقى في دايما نزاع بين الراجل والست من قديم الازل، من زمان، من الست دايما هي عايزه تحقق نفسها قدام الراجل، والراجل عايز يجبر حريتها. بس لا، فكره ان الست دايما بتطالب بحريتها، وانا عايز اشتغل، وانا عايز اعمل كذا، وانا عايز اخرج زي ما الراجل بيخرج، وزي ما اخويا بيعمل انا كمان لازم اعمل، وانا كمان لازم يكون عندي الحق ده. بس فكره ان الست تقول ايوه انا اكتفيت، انا خدت حقي، دي ما افتكرش انها في يوم ممكن تحصل. لو حصل في يوم من الايام ان كل الرجال قعدوا في البيت وما بيعملوش حاجه وبيخدموهم وان هم بيشتغلوا، انا والله العظيم يعني مش متحيز ابدا، والله العظيم مع فكره ان المراه تساوي الرجل تساوي حاجه، وان احنا بنتعامل ان انسان بيتعامل قدام انسان مش راجل قدام ست. بس فكره ان الست تقول ايوه انا اكتفيت، ما افتكرش انها ممكن تتقال. وفكره نبصات عقل ودين مش دايما بتكون صح، وفكره ان الست مخلوقات من ضلع اعوج، لا، الست تساوي الرجل فعلا. بس الست ست والراجل راجل. الست ست بكامل حقوقها وفي مكانتها العاليه جدا 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 جدا، وان هي الام والاخت والحبيبه والابنه، وهي اللي ربت وهي اللي كبرت وهي اللي عملت كل ده. بس ما افتكرش ان الست ممكن تقول ايوه انا اكتفيت، وانا وايوه انا خدت كل حقوقي، ومش هقول تاني ان انا عايزه حاجه تانيه من الراجل، لان هي هتفضل عامله كده. لو خدت حاجه هتقول لا انا عايزه حاجه تانيه، لا الراجل عمل حاجه، لا الراجل كذا. ففكره ان الست تكتفي ما افتكرش انها ممكن تحصل، وبرضه الست هتساوي الراجل، وهما الاثنين. شكرا. شكرا لخالد ومؤسسه يسر على المجهود اللي احنا شفناه النهارده، وبشكر الشباب الواعد ان شاء الله. انا كنت بقول بصراحه مش عارفه مصر ازاي هتقف بالشباب ده، انا بتكلم على شباب الاعلام يعني البرشام والمش عارف. الحمد لله فيها خير، لسه مصر فيها خير يعني ان شاء الله.
بس انا يعني في مبادره احنا اطلقناها في الجمعيه لسه النهارده اسمها جسمك امانه للتحرش في المدارس. انا عندي ظاهره تحرش في المدارس للاسف والحضانات، للاسف وصلناها في الحضانات وفي المدارس الابتدائي. فاحنا النهارده اطلقنا مبادره كده صغيره اسمها جسمك امانه، هنبدا نعمل ندوات توعيه داخل المدارس والحضانات، وهندخل فيها حكي ومسرح وافلام كرتون. فيا ريت ان شاء الله يا استاذ محمد حاجه حلوه كده من الحاجات اللي شفناها دي عن التحرش داخل المدارس للاطفال. شكرا جزيلا. شكرا للاستاذه حبيبه.